مرحبا يا سادس. عليكم السلام يا رنيم، أهلا. ننتظر البقية ليدخلوا. وعليكم السلام يا بيسان، أهلا يا محمد، مساء الورد يا مس. كيفكم يا سادس؟ يا بما إنه عم بخبرونا بالعلامات، نستنى تيدخل باقي الطلبة. خبروني كم جبتوا بالعلامات؟ أيهم 20، أمل 20، راشد 8 من 10. ليش يا مس؟ مازن ممتاز، بيسان 20، كان صعب شوي. خلاص تمام. سندس 18، ياسمين 19 ونص، سارة 19، يارا 20، ممتاز. ريم 20، مبارك يا سادس. سارة 19، ألاء 20، مبارك مبارك يا سادس. مازن 20، ندى 19، أهلا يا لي. رغد، عملنا يا مس مراجعة الأربعاء الماضي، اليوم بدنا نبدأ بكانا وأخواتي. إذا علشان المراجعة، حصص المراجعة الدروس كاملة موجودة على اليوتيوب. غزل، الحمد لله يا مس. ننتظر باقي الطلبة ليدخلوا. ممتاز، مبارك يا سادس. جوري، لا يا جوري، مو جايبة علامة حلوة. السادس، هي عم نبعت الرابط اليوتيوب على الشات، بإمكانكم تدخلوا على صفحة أو قناة اليوتيوب وتحضروا الحصص المسجلة، بالإضافة إنه حصص المراجعة موجودة. طيب، أول شيء السلام عليكم. كونه حيكون معنا طلاب جداد، أول شيء أنا مس غادة، معلمة اللغة العربية لطلاب الصف السادس والسابع والثامن. رح نكون إن شاء الله يا سادس معكم بحصص تفاعلية أسبوعية، بنحل فيها الأسئلة أو الأمور والدروس اللي مو عارفين تحلوها أو مستصعبينها شوي. هلأ هاي الخدمة مجانية، بإمكانكم إنكم تشاركوا الرابط مع أصدقائكم. 18 ممتاز، بس بدنا أكتر. رنيم 19 ونص، ممتاز يا مس. مس، إيش معنى حي؟ هلأ أنتوا وردت معكم في الكتاب ثنتان، على قيد الحياة اللي هي يعني الحي على قيد الحياة، مثل لما نحكي أحي والداك أي عقيد الحياة، أو يسكن أخي في حي جميل. الحي هي المنطقة السكنية يا سادس، ممتازين. رنيم، مسكان وأخواتها كثير معقدة، بالعكس يا مس، كثير سهلة، لأنها كثير متعلقة برضو بإن وأخواتها. نحن إذا فهمنا إن وأخواتها، كان وأخواتها رح تكون سهلة علينا يا سادس. منطقة سكنية هي يعني واضحة أكثر يا ندى. ممتازة يا رنيم، أهلا يا راشد. طيب يا مس، الآن خليني أبدأ بشرح. ممتاز. الآن بدي أبدأ بكانا وأخواتها. نحن بتذكر في الحصص الماضية يا سادس، حكينا عن إن وأخواتها.
حكينا أنا في عندي عائلة قوية جداً. هاي العائلة كانت بتدخل على أي جملة؟ كانت بتدخل على الجملة الإسمية. بس هاي العائلة كانت قوية يا سادس. كيف يعني قوية؟ يعني كانت بتفرض سيطرتها على هاي الجملة الإسمية. أنا بعرف إن الجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر يا سادس بيكونوا دائماً مرفوعاً. إذا المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. كانت هاي العائلة لما دخلت على الجملة الإسمية غيرت فيها بعض الأشياء. إيش الأشياء اللي غيرتها؟ المبتدأ صار اسمها لكن صار اسم إن منصوب، والخبر صار خبرها وصار خبر إن مرفوع. الآن كان وأخواتها عائلة ثانية. أحسنت يا رمزية أو زينة. الآن هاي العائلة عائلة ثانية اسمها كان وأخواتها، أو مثل ما بنسميهم باللغة العربية الأفعال الناقصة. هلأ هاي كان وأخواتها لما دخلت على الجملة الإسمية كانت بدها تحدث عليها برضو تغيير، لكن فرضت إن التغيير يكون عكس إن وأخواتها، لأنه كان وأخواتها وإن وأخواتها عائلتان، لا يعني كل واحدة إلها شروطها، إلها الأمور اللي بتدخلها على هاي الجملة الإسمية. الآن كان وأخواتها عندما دخلت على الجملة الإسمية صارت بدها تحدث تغيير عكس إن وأخواتها. الآن سمت نفسها أول شيء أفعال ناقصة، ودخلت على نفس الجملة اللي بتدخل عليها إن وأخواتها. لكن أنا بعرف إن الجملة الإسمية يا سادس مكونة من ماذا؟ مكونة من مبتدأ وخبر. الآن لما كانت مكونة من مبتدأ وخبر، يعني راح تأخذ المبتدأ وتسميه اسمها، وراح تأخذ الخبر وتسميه أيضاً يا سادس خبرها. الآن كان وأخواتها بدنا نركز، لما أخذت المبتدأ وسمته اسمها، إيش كانت الحركة الإعرابية؟ بقي مرفوعاً. والآن لما أخذت الخبر وسمت خبرها، إيش صار يا مس الخبر؟ منصوب. إذن كان وأخواتها عملت عكس العمل اللي عملته إن وأخواتها. إن وأخواتها اسمها المنصوب وخبرها المرفوع، لكن كان وأخواتها اسمها بقي مرفوعاً وخبرها أصبح منصوباً. كيف يا مس؟ بس خلونا نطبق على الأمثلة الموجودة عندي. أول شيء عندي جملة الخبر منتشر. كلمة الخبر منتشر جملة ماذا؟ جملة إسمية. هذه الجملة الإسمية بماذا بدأت؟ بدأت بس. إذن تتكون من مبتدأ وخبر. إذن الخبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب منتشر يلا يا سادس، إيش إعرابها؟ ممتاز، إذن خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم. بدي أجي أدخل على هاي الجملة الإسمية واحدة من أخوات كان. قبل ما أحكي أو أكمل، كان وأخواتها إيش هما؟ كان، أصبح، أمس، ظل، وبات، وليس. هذول يا مس الأفعال الناقصة لما تدخل على الجملة الإسمية، المبتدأ ما يبقى مرفوعاً ويسمى اسمها، والخبر يصبح منصوباً ويسمى خبرها. دخلت عليها سارة، سارة من أخوات كان. ممتاز. الآن سارة بحكي الخبر أم الخبر؟ يلا يا سادس. أحسنت يا رنيم، صار الخبر منتشرا أم منتشر بالضم، تنوين الضم ولا تنوين الفتح؟ أحسنت برضو يا رنيم، ممتاز. إذن صار الخبر منتشرا. الآن صار فعل ماضي مبني على الفتح. الخبر
الاسم صار مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. طب منتشراً خبر صار منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. نروح للمثال الثاني، الجو ماطراً. الآن الجو ماطراً جملة اسمية، هاي الجملة الاسمية يا سادس ستتكون من مبتدأ وخبر، إذاً الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وماطراً خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جينا بدنا ندخل عليها يا سادس واحدة من أخوات كان، برجع بتذكر كان أخواتها كان، أصبح، أمسى، ظل، بات، وليس، وصار أيضاً. طيب الآن دخلنا على هاي الجملة إيش؟ أصبح. إذاً رح تصير أصبح الجو أم الجو؟ ممتازة يا يارا ورميم، ممتازة. إذاً أصبح الجو. طيب ماذا أصبح الجو؟ أو ما به الجو؟ ماطراً، أحسنتم. إذاً أصبح الجو ماطراً. مين يعرب لي يا سادس الجو؟ خلونا نشوف من اللي رافعين أيديهم. أمل. اسم أصبح، لا اسم ليس، أصبح. أصبح اسم أصبح مرفوع في الضمة وعلامة رفعه، وعلامة رفعه الضمة. أحسنت يا أمل، ممتازة. الآن مين يعرب لي ماطرا؟ مازن. ماطرا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. أحسنت يا مازن، إذن ماطرا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن عندي التمر موجود في بلادنا، بدي أدخل عليها واحدة من أخوات كان، عندي الفعل ماذا؟ بات. بات من أخوات كان، إيش رح تصير حركة التمر؟ نادية. أنا مس. إيش رح تصير حركة التمر؟ التمر أم التمرة؟ التمرة. لا، أنا وأخواتها اسمها ما به؟ لا تذكرت مس، آسفة. إذن التمر. ممتاز، أحسنتي يا نادية. إذن رح تصير عندي باتة التمر. الآن هيا، ما حركة موجود؟ الآن شو رح تصير بدل تنوين الضم؟ يلا يا هيا. موجودون. موجودون. لا، سندس. أهلا يا مس. مس شو كنت بديك؟ الآن شو رح تصير حركة موجود؟ كانت عندي موجود خبر مرفوع، دخلت عليها باتة من أخوات كان، إيش رح تصير؟ موجودا. أحسنتي، موجودا. يلا الآن، ممتازة. غلا اعربي لي التمر. طيب بيسان. مرحبا. أهلا يا غلا. مس إيش أعرب؟ الآن اعربي لي التمر. التمر اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنت يا مس. طيب غلا اعربي لي موجودا. وين يا مس؟ موجودا. هيها بات التمر موجودا، ايش اعراب موجودا؟ اسم منصوب. طب
نشوف سما. بس خبر، خبر باتا. ممتاز، ما به خبر باتا. فتح. أحسنت يا مس. إذن خبر باتا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن عندي جملة العامل مخلصاً. العامل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومخلصاً لازم تكون مخلصاً، هنا خطأ. إذن ومخلصاً خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بدي أدخل عليها ظل، وظل من أخوات كان. ظل ماذا؟ ثواني نشوف من اللي رافعين أيديهم. يلا يا ندى. ندى. أهلا يا مس. يلا يا ندى. إيش بدك الكلمة؟ إيش الحركة اللي لازم تكون على العامل؟ العامل. ممتاز. ليش يا مس؟ إيش إعرابها؟ لأنها خبر ضل مرفوع علامة رفعه الضمة. أحسنت يا ندى، ممتازة. يلا الآن مسك، إيش حركة مخلص؟ نعم يا مس. حركة مخلص يا مس. مخلص فعل. لا استني، اسم مرفوع مبني على الضمة. لا يا مسك. طب نشوف حد تاني. يلا ليث. يلا يا ليث. مس. يا مس. يلا مس شكرا بدك، انا ما سمعت. الآن ظل العامل، إيش الحركة اللي لازم تكون على مخلص؟ مخلصا. أحسنت. ليش؟ شو بعربها يا لي؟ مخلصا بتصير خبر، خبر ظل مرفوع علامة رفعه ضمة. أحسنت يا ليث، ممتاز. الآن عندي جملة الأمر سهل. الأمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بدي وسهل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. بدي أدخل عليها أمس، وأمس من أخوات كان. سارة، إيش رح تصير حركة الأمر؟ سارة النقيب. سارة. طيب بيسان. بيسان ايش مت ايش بدك الان؟ الامر ايش حركتها؟ بس بتصير ضمه. الامر. ممتاز. الامر. طيب ليش يا مس؟ ايش اعرابها؟ الامر اسم امس مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ممتاز. اذا اسم امس مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الان منار، ايش حركه لازم تكون سهل؟ ممتاز يا امل. امس الامر سهل. الان سهل، ايش لازم تصير حركتها؟ سهلا. سهلا. ليش؟ شو اعرابها يا منار؟ لانها خبر. ممتاز. خبر مين؟ خبر امس. من؟ خبر مرفوع وعلامة نصبه فتحة. احسنت يا منار، ممتازة. الان عندنا ايهم. عندي الكتاب جديد مبتدأ وخبر، ادخلت عليها كان وهي الاخت الرئيسية الكبيرة. ايش رح تصير حركة الكتاب؟ يا مس. أيهم. طب يلا غزل. نعم يا مس. يلا يا أيهم. غزل بتجاوب اللي بعدها. أوكي. أعطينا حركة الكتاب. بس كان الكتاب. ممتاز. شو إعراب الكتاب يا أيهم؟ اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
أحسنت يا أيهم، ممتاز. الآن غزل، إيش حركة جديد؟ جديداً. ليش، شو إعرابها يا غزل؟ خبر كان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ممتازة، أحسنتي. طيب الآن عندي المهندس سيء. هلأ المهندس سيء مبتدأ وخبر. ريم مشعل، دخلي عليها يا مس، دخلنا عليها واحدة من أخوات كان وهي ليس، إيش رح تصير حركة المهندس؟ ضمة. ممتاز، ليش يا مس، شو إعرابها؟ لأنها اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنتي، ممتازة يا ريم. طيب الآن سيء، إيش رح تصير حركتها يا، خلينا نشوف برضه من اللي لسه ما جاوبوا. سيدرا، ممتازين اللي على الشات. أمل، ممتازة. طيب نورهان، يلا يا نورهان. سيئة، بصير فقرة تنوين فتح. ممتاز، ليش يا نورهان، شو إعرابها؟ لأنها خبر ليس منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. أحسنتي. إذا يا سادس، عندي عائلة اسمها كان وأخواتها. كان وأخواتها هي أفعال ناقصة، على أي جملة بتدخل يا سادس؟ تدخل على الجملة الإسمية. هاي العائلة لما تدخل على الجملة الإسمية تأخذ المبتدأ وبتسميه اسمها وبضل المبتدأ مرفوع، وبعدين بتأخذ الخبر وبتسميه خبرها، لكن إيش بيصير خبر كان وأخواتها؟ منصوب. طب شو هم كان وأخواتها عشان نحفظها؟ نفس اللي موجود عندي في الكتاب، عندي كان، صار، أصبح، بات، ظل، أمسى، وليس. في غيرهم يا مس؟ في غيرهم يا سادس، لكن هدول رح تاخذوهم بالصفوف اللاحقة إن شاء الله. المهم تحفظوا اللي الآن موجود عندكم. سادس، بدكم تبدعوا بإن وأخواتها وكان وأخواتها، لازم تحفظوهم وتبصموهم. إن وأخوات كان، إن، أن، كأن، لكن، ليت، ولعل. كان وأخواتها، كان، أصبح، أمسى، وظل، بات، وليس، وصار. لازم جدا يا سادس إنه نحفظهم. إذا كان وأخواتها اسمها دائما مرفوع وخبرها دائما منصوب. طيب الآن أنا حطيت سؤال خارجي قبل ما نبدأ بأسئلة الكتاب. مطلوب مني يا سادس أصوب الخطأ في الجمل الموجودة عندنا. الآن كان الوقت سيفاً، مين يحكي لي شو الكلمة اللي كان فيها خطأ وشو الصواب اللي لازم نحطه داخل الجملة؟ يلا. كان الوقت سيفاً، يلا يا قاسم. السلام عليكم. بس عليكم السلام يا قاسم، ايش الخطأ بالجملة يا قاسم؟ صوتك واطي. الوقت، الوقت الصواب ايش لازم يكون؟ كان الوقت سيفا. أحسن. طب ليش يا قاسم غيرتها من الفتحة للضمة؟ لأنه من كان من اسم كان وأخواتها. ممتاز، كان وأخواتها اسمها ما به؟ مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. أحسنت، أحسنت يا قاسم. يلا الآن نشوف طالب ثاني، أحمد. مس، ألو. يا أحمد يلا، وين الخطأ في جملة أمس الأمن دائما؟ دائما. ممتاز، إيش لازم تكون يا أحمد؟ دائما.
أحسن، ليش غيرت من تنوين الفتح أو من تنوين الضم إلى تنوين الفتح؟ لأنه خبر كان وأخواتها منصوب. أحسنت يا أحمد، ممتاز جدا. طيب الآن عندي جملة باتت السماء ممطرة، وين الخطأ فيها يا سادس؟ نشوف من الطلاب اللي أيضا لسه ما شاركوا. نداء، يلا يا نداء. عندي جملة باتت السماء ممطرة، جوري. مرحبا ميس. من يا جوري؟ السماء السماء. ممتاز، ايش لازم تصير حركتها يا جوري؟ تصير حركتها ضمة. احسنتي، ليش يا جوري؟ لانه في باتة. ممتاز، باتة كان اسمها ايش لازم يكون؟ ايش؟ اسم كان واخواتها مرفوع ام منصوب؟ مرفوع. احسنتي يا جوري، ممتازة. طيب الان سيرين، اصبح النبت مثمر، ايش لازم تصير يا مس؟ وين الكلمة الخطأ؟ شو لازم تصير؟ مس بمثمرا. ممتاز، ايش لازم تصير يا مس؟ تنوين فتح. ليش؟ يا سيرين مس بتصير تنوين فتح. يا سيرين، ممتازة. طيب الآن أريام، احكي لنا يا مس، ليش صارت بتنوين الفتح؟ حولناها من تنوين الضم لتنوين الفتح. مس لأنه دائما خبر كان أو أخواتها منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره، وحركة النصب الفتح أو تنوين الفتح. ممتازة، ممتازة جدا يا أريام. إذا يا سادس، عندي كان وأخواتها هدول جماعة، كان، أصبح، أمس، وظل، وبات، وليس، وصار. لما يدخل على الجملة الإسمية اسمها مرفوع، خبرها منصوب. طيب الآن خلونا ننتقل لأسئلة الكتاب. سادس، حاولوا قدر الإمكان إنه الطلاب اللي شاركوا يا مس تنزلوا أيديكم عشان يكون في مجال للطلاب التانيين، لأنه في عدد كبير من اللي رافعين أيديهم، فعشان يكون في لهم مجال إنهم يشاركوا. هلا السؤال الأول استخراج عليكم يا سادس، أنا بدي أبدأ من السؤال الثاني. وزينة، يلا نبدأ يا زينة. الآن في عندي جمل، بدي أستخرج إيش الفعل الناقص. شو يعني فعل ناقص يا سادس؟ يعني بيكون من كان وأخواتها. هاي الاسم الناقص، بدي أطلع وين الاسم وين الخبر. يلا يا زينة. كان عندي وعده الاسم ومفعولا الخبر. ممتاز. هلأ إحنا عندنا آية قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. الآن من أخوات أو الفعل الناقص عندي كان، أين اسمها؟ وعده. ومفعولا خبرها. الآن باء، أصبح الماء عذبا، أين الفعل الناقص واسمه وخبره أيضا؟ خولة. تعال يا مس. أهلا يا مس، يلا وين الفعل الناقص عندي باء؟ أصبح. ممتاز. الآن إيش وين الاسم؟ أما. الماء. طيب وين خبرها يا خولة؟ غذبة. ممتاز. إذا عذبا، أصبح الماء عذبا، أصبح من الأفعال الناقصة
اسمها الماء وخبرها عذبا. أحسنت يا خولة. طيب الآن عندي صار العنب زبيبا. طيب مريم عندنا يا مريم أحب كل الفواكه عليك. صار من كان وأخواتها العنب. ممتاز. العنب اسمها. الزبيبة. الزبيبة خبرها. أحسنت يا مس. طيب الآن اسم صار مرفوع ولا منصوب؟ صار منصوب. العنب مرفوع. مرفوع. ممتاز. وزبيبة مرفوع منصوب. ممتاز. الآن بات وصول المسافر قريبا. الآن لسه ما شارك غلا. مرحبا مس. أهلا يا مس. بات وصول المسافر قريبا. الفعل الناقص بات واسمها وصول وخبرها قريبا. ممتاز. طب مسافرا ايش بعربها يا غلا؟ مسافرا. نعم المسافر بات فعل ناقص وصوله اسمها صح وحكتي انه قريبا خبرها. طب المسافر بما انه تحتها كسره ايش بعربها؟ مرة الماضي إذا حضرتي معنا ممتاز يا منار واللي قبلها. الآن عندي حكينا أي نكرة زائد معرفة. هاي المعرفة إيش بعربها؟ منصوب. لا هيها بحكونا بيسان وزينة وندى. ممتاز. إذا مضاف إليه مجرور يا غلا. تمام؟ تمام. أحسنت يا مس. أروى ظل الجندي مرابط على الحدود. مرحبا. ناقص. أهلا يا أروى. مس ظل فعل ناقص اسمه الجندي خبرها قريبا. لا ظل الجندي مرابطا على الحدود وين خبرها؟ حدود. لا ما في عندي أساساً بالجملة قريب. شو الجملة هاي اللي كلمة اللي ظلت عندي؟ ظل الجندي مرابطا. ممتاز. إذن الفعل الناقص عندي ظل الجندي اسم ظل مرفوع ومرابطا خبر ظل منصوب. أحسنت يا أروى. هسا يا سادس مطلوب عندي بالسؤال الثالث نضبط أواخر ما تحته خط. بس اللي بده يضبط لي يا سادس ما تحته خط لازم يحكي لي ليش ضبطها بالحركة اللي راح يحكي لي إياها. محمد كان خالد أول الفائزين بالمسابقة. أول راح تكون فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ فتحة. ممتاز. ليش يا محمد؟ لأنه إيش إعرابها؟ ممتاز يا زينة. لأنها خبر كان منصوب. أحسنتي. طيب بات الكتاب رفيقي. الآن بات من أخوات كان والاسم اللي بعدها بيكون اسمها. طيب نشوف مش واضح بالضبط الاسم مس اللي فتحت لك المايك. طيب رغد يلا يا رغد. طيب نشوف حلا خلافات أو هلا خلافات. بس إيش كان السؤال؟
الآن عندي بات الكتاب رفيقي، إيش الحركة اللي لازم تكون على الكتاب؟ بات الكتاب. ممتاز. ليش يا حلا الكتاب وحطتيها بالضمة؟ لأنه اسم باتا مرفوع علامة رفعه بالضمة. ممتاز. إذن لأنها اسم باتا مرفوع. أحسنت يا حلا. طيب الآن صار صاحب الفضل محبوبا. الآن مين ضل عنا؟ منى صلاح. مرحبا مس. أهلا يا مس. صار صاحب الفضل محبوبا. ممتاز يا منى. إذا صاحبه ليش حطيتيها ضم يا منى؟ اسم صار مرفوع. ممتاز. طيب أحسنتي. نداء إيش رح أعرب الفضل؟ يلا يا نداء، إحنا حكينا أي نكرة زائد معرفة، هاي المعرفة إيش رح أعربها؟ نور. هلا عمس. أهلا يا نور. يلا الفضل إيش رح أعربها يا نور؟ مس أنتوني فتت على الحصة لأن يعني كنت متأخرة. خلاص تمام. ممكن تعيدي للسؤال؟ الآن عندك يا نور سارة من كان وأخواتها، اسمها مرفوع صاحبه وخبرها وين؟ محبوبا. طب الفضل إيش رح أعربها يا نور؟ بتعرفي؟ فضله؟ قبل شوي حكيناها عند بات وصول المسافر قريبا. المسافر إيش أعربناها؟ مس ما فهمت. خلاص تمام يا نور. الآن ركزي معنا شوفي الطلاب إيش رح يجاوبوها علشان تكوني عارفيتها. تمام؟ ماشي مس شكرا. عفوا. مازن. سما وريم ونورهان أحسنتم، جاوبوني على الشات. مازن مس. ممتاز. احكي لي يا مازن بتعرف شو إعراب الفضلي؟ صاحب الفضلي فضلة. لا إيش إعراب الفضلي؟ تعرف كلمة صفة. صفة ما صفة ما خبر. صفة الخبر يا مازن. عندي كلمة نكرة زائد معرفة، هيهم كلهم بجاوبوني على الشات. هاي المعرفة مضاف. مضاف. أحسنت يا مازن. إذن مضاف إلى مجرور. أحسنت يا مس. طيب الآن يا سادس بدي أكمل الفراغ بالجمل الآتية بما يناسبها مما بين القوسين. يعني إما رح تكون اسم كان وأخواتها وحركتها الضمة، أو رح تكون خبر كان وأخواتها وحركتها تنوين الفتح. جوري بتسألني كيف مضاف إلى. سادس الآن عندك أي كلمة نكرة زائد كلمة معرفة، هاي الكلمة المعرفة لازم إيش أعربها إذا كان عليها الكسرة؟ مضاف إلى مجرور. دائما المضاف إلى مجرور. هاي المضاف إلى بتزيل الإبهام عن الكلمة السابقة. يلا الآن خلونا نشوف من الطلاب، بات الصدق فضيلة ولا فضيلة ولا فضيلة يا سادس؟ سيرين الرياضي. سيرين. اسكت اسكت. مرحبا مس. أهلا يا مس. بات الصدق فضيلة. ليش يا سيرين اخترتي فضيلة؟ أحسنتي. لأنه خبر بات. ممتاز. خبر بات منصوب. ممتاز. هي تنوين الفتح. أحسنتي يا سيرين. طيب الآن عندي ليس التبذير هي. يلا يا هيا، ليس التبذير محمودا ولا محمود ولا محمودا؟ محمودا. ليش يا هيا؟ لأنها خبر مين؟ خبر التبذير. لا، خبر ليس، وخبر ليس دائما منصوب. أحسنتي. طيب
طيب الآن عندي ظلت الأبواب ولا الأبواب ولا الأبواب يا ندى مشرعة؟ الأبواب. الأبواب بالضم، ليش يا ندى؟ لأنه الأبواب اسم ظل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره. أحسنتي يا مس، ممتازة. طيب الآن قبل ما أنتقل للسؤال الخامس، أو قبل ما نبدأ بالسؤال الخامس، خلونا نروح للسادس بعدين عشان أسمع من الجميع. بنرجع للسؤال الخامس وكلكم تعطوني جملة فيها كان أو إحدى أخواتها مع إجراء التغيير المناسب عليها. بس بداية خلونا نحل السؤال السادس. السؤال السادس إيش مطلوب مني يا سادس؟ بدي أحذف الفعل الناقص. شو يعني فعل الناقص؟ يعني كان وأخواتها، بدي أشيلها من الجملة وأغير ما يلزم. شو يعني لما أشيلها بدي أغير ما يلزم؟ يعني لما بدي أشيل سارة وأخواتها بدها ترجع الجملة اسمية، والجملة الاسمية بعرف إنها مكونة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر دائماً مرفوعاً. ممتازة يا زينة، زينة اليوم أبدعت في الشات. الآن عندي ألف، صارت الحديقة نظيفة. الآن شيلوا لي الفعل الناقص من الجملة وأعطوني الحركة المناسبة إلها. الآن خلونا نشوف من الطلاب اللي ما شاركوا نهائياً. رنيم، الحديقة نظيفة. أحسنت يا رنيم، ليش حكت لنا الحديقة نظيفة؟ فإنه حذفنا صارت وبرجع مبتدأ وخبر. ممتازة، إذن الحديقة نظيفة. ممتازة يا رنيم، إذن مبتدأ وخبر. نفس الشيء خلونا نشوف هسه للمثال الثاني. كان البرنامج طويلا. شكرا يا محمد. طيب الآن في عنا نورهان. مسبق، البرنامج طويل طويلا. البرنامج طويل طويلا، اذا بتكون عندي ضمه وتنوين الضم. ليش يا مس؟ لانها ايش بترجع؟ مبتدا وخبر. ممتاز، احسنتي يا نورهان. طيب الان امس الفرج قريبا، ايش رح تصير يا سادس؟ الآن عندي هيثم. نعم مس. يلا شلي الفعل الناقص يا هيثم، ايش رح يصير الجملة؟ امس الفرج قريب. لا، بدون امس ايش رح تصير؟ الفرج قريب. يا هيثم ممتاز جدا. طيب هلا يا سادس بدي تحطوني مثال من عندكم على فيها جملة كان أو إحدى أخواتها مع التغيير المناسب. ندى بتحكي لنا بالشات أصبح الطالب مجتهدا. أحسنت يا ندى. زينة، كان الجو لطيفا. ممتازة. طيب أمل، يلا يا أمل. أوكي، عندي أصبح الأردن واحة للأمن والأمان. أحسنتي، أصبح الأردن واحة للأمن والأمان. ممتازة. طيب نادية، يلا يا نادية. مس، ظل العامل مخلصا. ممتاز، ظل العامل مخلصا. أحسنت يا نادية. جوري، كان الطعام لذيذا.
كان الطعام لذيذا ممتاز يا جوري. ريم، ريم مشعل، كان الدرس سهلا. كان الدرس سهلا، أحسنتي. منى، كان أحمد نجارا. كان أحمد نجارا، أحسنتي. يامن، يلا يا يامن أعطينا. سارة، شكرا يا سارة. شفت يا ممتازة اليوم، أبدعتي. يلا يا يامن. طيب ليث سمير، لا أنا مس. يلا يا مس أعطينا مثال. كان الطالب يغش في الامتحان. كان الطالب يغش في الامتحان، ممتاز. بس هنا يا ليث موجود عندك صورة كان جملة فعلية، وهي لسه مش رح تاخدوها، رح تاخدوها إن شاء الله بالثامن. كان اللاعب محترفا. ممتاز، أحسن. كان اللاعب محترفا، ممتاز يا ليث. يلا يا راشد أعطيني مثال. كان العمل مثمرا. كان العمل مثمرا، أحسنت. شكرا مس. كيدرا، عفوا. طيب مسك، كان الجو باردا. كان الجو باردا، ممتاز. كان في الماضي، أحسنتي. نور، كان الرجل طويلا. كان، لا، كان الرجل ما به. نعم مس. طويل ولا طويلا يا نور؟ طويلا طويلا. أحسنتي، كان الرجل طويلا. زوزو، ألا يلا يا مس. طيب نشوف نورهان، بس أصبح الأمر سهلا. أصبح الأمر سهلا، ممتاز يا مس. طيب غلا، مس سارة، الحوار أساساً للتفاهم. ممتاز، سارة الحوار أساساً للتفاهم، ممتاز يا غلا. طيب الآن أروى، مس أحكي جبلة. ظل العامل مخلصاً. ممتاز، ظل العامل مخلصاً، أحسنتي. أحكي كمان. ليس الجو ماطرةً. ليس الجو ما به يا أروى؟ ماطرا. ماطرا، أحسنتي. إذا ليس ماطرا. الآن بدنا نعطي لطلاب تانيين. شكرا يا أروى، ممتازة. طيب الآن ما أعرف يا مس إيش مسمين الكاتل، إيش زي هيك. هلا نحن مس عم نبعث لكم على الشات رابط الواتساب والفيسبوك ايضا. وفاء محمد، ياسمين الشام، مس اي مس، كان الامتحان صعبا. كان الامتحان ما به ياسمين صعبا. لا صعبا، أحسنتي، لأن كان وأخواتها خبرها ما به منصوب. منصوب، ممتاز يا ياسمين. طيب سادس، نحن تقريبا زي هيك انتهت خلص حصتنا اليوم. كان حصتنا عن كان وأخواتها، عندي كان أصبح أمس وظل وبات وليس وصار،
هدول الأفعال الناقصة بتدخل على الجملة الإسمية، لما تدخل على الجملة الإسمية راح تغير فيها اسمها مرفوع وخبرها منصوب يا سادس. إذا ظننا متذكرين إنه اسمها منصوب، اسمها مرفوع وخبرها منصوب. الله يعافيكم يا سادس. الآن البطاقة إن شاء الله الحصة الجاي يا سادس، تكرمي يا زينة. الآن في عندكم رابط تقييم الحصة يا مس، آخر شيء بتمنى إنكم تدخلوا على الرابط وتقيموا الحصة. الله يعافيكم يا سادس. الآن أشوف في رنيم بدها تسأل سؤال. يلا رنيم، إيش سؤالك يا رنيم؟ يا مس سلمس حكت لنا إنه المضاف إليه يمكن إنه يصير منصوب أو مجرور. لا يا رنيم، المضاف إليه دائما مجرور. ماشي تمام يا رنيم. بس عادي أعطي جملة؟ يلا. صارت الحياة جميلة جميلة. أحسنتي، صارت الحياة جميلة، ممتازة يا مس. طيب مين أيضا من الطلاب عنده سؤال يا مس؟ الآن اللي ما عنده سؤال يا مس نزلوا أيديكم عشان أعرف مين اللي عنده سؤال. مازن. مس هلأ زالة من أخوات كان اسم ما زالة. عندي ما زال، من فك، ما برئ، ما دام، هذول من أخوات كان أيضا. بس الآن نحن ما أعطيناكم إياها لأنها مو مذكورة في الكتاب. حكيت لكم في بداية الحصة لسه ظل من هاي العائلة كمان أسماء أو كمان أفعال، بس نحن ما كملناهم معكم في الكتاب، بس اللي حكيناهم يا مازن. مش بنفع أحكي جملة؟ كان الناس يتسابقون على الحسنات. كان الناس يتسابقون على الحسنات، ممتاز يا مازن. بس الآن عندي صورة الخبر كانت جملة فعلية، وهاي لسه ما بتاخدوها بالسادس، في صفوف لاحقة إن شاء الله. كان الفعل ناقص يعني؟ نعم صحيح، أحيانا بيجي مكان فعل الماضي إذا ما بيكون فيه فعل ماضي. ممتاز، أحسنت يا مازن، يعطيك العافية يا مس. غزل. نعم. نسعدي أعطي جملة؟ نعم. صار الجو جميلاً. صار الجو جميلاً، أحسنتي يا غزل. زينة، ما برح ومن فك من أخوات كان. نعم يا مس، عندك حكيت لكم ما برح، من فك، ما دام، هدول كلهم من أخوات كان، لكن مش موجودة معكم أو غير مطالبين فيها منها بالصف السادس. ظل حدا عنده سؤال يا مس؟ الله يعافي قلبك يا رنيم، شكرا كثير. طيب الآن نشوف سيرين، عندك سؤال يا سيرين؟ ألو. مس أنا بدي أحكي جملة. تمام، تفضلي يا سيرين. كان الجو جميلا. أحسنتي، كان الجو جميلا، شكرا يا غلا. طيب الآن سادس رح أنزل بإذن الله سؤال على سين جيم. الآن بتجاوبوا تحت السؤال الإجابة الصحيحة إن شاء الله، ورح نتناقش فيها الحصة الجاي بإذن الله تعالى. هيك بتكون انتهت حصتنا. الحصة الجاي بدك تعطينا مقتطفات، ما عندي مشكلة. الآن مس عبولي بالفرن شو الشيء اللي انتو حابين أشرحه المرة الجاي، هل القاعدة الجديدة ولا الدرس مقتطفات من رسالة جلالة الملك. الآن يا سادس هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة أو نهاية الحصة. كانت حصة جدا ممتعة وجدا جميلة، وبتمنى جدا انكم تكونوا استفدتوا، لانه قاعدة الوحدة اللي بعدها رح تكون مراجعة لإنا واخواتها،
وكان وأخواتها. يعطيكم ألف ألف عافية سادس، ونلتقي بإذن الله الأربعاء الجاي بنفس حصة اليوم بنفس التوقيت الساعة 6 بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية.